حقيقة هو حراك راقي أبهر العالم. طيب يسرية، اليوم في خامس جمعة، اليوم فيه مقترحات اللي تقول لك لابد أن نؤطر هذا الحراك، لابد أن تبرز على الساحة ممثلين لهؤلاء الشباب حتى يعملوا على يكون هناك تفاوض والخروج بورقة طريق بإمكانها أن ترضي جميع الأطراف. ما هي مقترحاتكم يسرية، وحتى مقترحاتك أنت بالذات كشابة جزائرية تتطلعين لغد أفضل؟ نعم، إذا بالفعل هو يعني اليوم الحراك شيء اللي ميزه أنه ما كانش تمثيل، ما كانش إنسان يمثل إنسان، يقول لك أنا ممكن ننطق باسم الشباب، باسم الشباب ما كانش، كل إنسان يمثل نفسه، شخص كبير، عجوز، شاب، ما لاحظنا رضع الأطفال، يعني عنصر نسوي، يعني هذه شيء تاريخي يبقى في بلاد الجزائر. لاحظنا وعي سياسي من قبل الشبان الجزائريين، من قبل الطلاب، هذا شيء يفرح، شيء يدل على أنه كاين لاغولاف، كاين الناس اللي راح تخدم غدوة، فلنعطي ثقة، من القليل من الثقة ولو القليل، نقول حتى لا نقول كل الثقة للشباب، يعني نعطيهم فرصة في تغيير الواقع، في تغيير الجزائر إلى الغد وربما إلى جمهورية ثانية بكل سلمية. بكل اليوم الشباب راهو يحاور، راهو في سلمية، يثبت إنه لدي يعني لا كاباسيتي دو يعني نتكلم ونحاور معاك، معليش تعال نديروا طاولة نقاش وتكون، ونحن يعني بعد قليل سنلتحق بالنظام، عفوا بالحراك الشعبي، في بالحراك اقول بالحراك تغيير النظام. لا يا استاذه يسرية ولا غير استاذه مجدة، قالت لحد الان وانا معك، لحد الان الحراك قوته في سلميته وفي انه ليست له قياده لحد الان. كلمه لحد الان تدل على انه في العقل الباطن تاعنا اللاواعي لا نريد ان نبقى بهذه الطريقه. يعني في عقلك تقولي لحد الان معناها انه لابد في المرحله الجايه انه يتاثر هذا الحراك، مش يتاثر، ربما يتفتح بطريقه بحيث انه يمد مقترحاته كامله وتكون يعني نتفق على جمل المقترحات. لكن السؤال المسؤول دائما الاليه كيف؟ يعني نعطيك الاليه. نعم تفضل. ممكن دايا يشارك. نحن كطلبه اتفقنا على انه نديروا ممثلين على كل كليه وعلى كل جامعه. ممتاز. طلبنا حطينا معايير. نعم. من بين المعايير انه يكون متفوق، انه الممثلين يكونوا متفوقين، لا يكونوا منتمين للمنظمات الطلابيه لانه تاريخهم اسود باستثناء القليل جدا. وهذا مش اقصاء يعني، كيف؟ ليس اقصاء، ولكن ليس اقصاء، هذه الديمقراطيه التي سنبنيها. ماشي في المسيرات، انا شفت انا اللي راه ماشي في الحراك من اليوم الاول، انا شفت كثير من ممثلي التنظيمات الطلابيه. نعم نعم، في المسيرات في اليوم الاول. إيه؟ لكن لنعود الى انا نمشي معك، انا المعايير. نعم. مثلا في المعايير قلنا انه ما يكونش تكون سيرته نظيفه ويكون متفوق ما ينتميش تنظيمات طلابيه، زيد وحده. نعم كاينه مجموعه معايير اتفقنا عليها، 6 أو 7 معايير اتفقنا عليها، هذه المعايير اتفقنا عليها بالانتخاب. نعم كل شيء يتم بالانتخاب. بعد أن نحكي لك على جماعة الجزائر ثلاثة، يعني حضرت ورقة طريق معينة. نعم. لعدد من الممثلين، نحكي لك الفكرة كيف كانت وكيف لم تنجح الفكرة للأسف، وما البديل الذي نقترحه الآن. نعم. الفكرة التي اقترحت هي أن يكون ممثلين عن الكليات يتفقوا عن ممثل يتكلم باسمهم، لا يتخذ قرارات ولكن يوصل فقط القرارات التي اجتمع عليها الجميع بطريقة ديمقراطية انتخابية، يوصلها إلى السلطة من خلال الإعلام أو من خلال السوشيال ميديا أو خلال الطريق الذي سنختاره فيما بعد. في خلال ذلك وقعت الكثير من المشاكل لأنه المعايير خاصة لم يتم الاتفاق عليها، غير ذلك لم نتمكن من تحقيق الاتصال ما بين المؤسسات بين الولايات، لأن اتصلنا مع عدة ولايات ولكن لم يتم تحقيق الاتصال. لأنه وانا أعود دائما لنفس النقطة، أنه لو يجيك مثلا 32 واحد من 32 ولاية أنا كطالب وين راح نديهم؟ صح. فهمت. نعم ولكن نسعى الى ان نقوم الى ان نعقد مؤتمر صمام جديد او الى ان نعقد نعم لبناء دوله وليس ان شاء الله. بالنسبه للسلطه، نحن لا نبحث عن طريق توافقي مع السلطه، نحن نريد ان ترحل السلطه وننشئ سلطه من بيننا نتحاور معها. هذا هو دور ان المنظمين الذين سنقترحهم ونريد اقتراحهم. نعم. وكرر، هؤلاء الممثلين لن يتخذوا قرارات بل سيوصلوا، فقط دورهم الاساس هو ايصال الرساله، العمل على تفاوض. نعم. ام ماذا يعني، ما هو الدور
الدور الأساس هو إيصال رسالة الطالب اعتماده من خلال هذه الممثلين ولا هذه المؤطرين اللي تم اقتراحهم وهم نخبة تمثل الشباب الجزائري اللي راهو خريجي وحتى اللي مازالوا يدرسوا داخل الجامعة. أكيد هو التمثيل نقطة قوة، نقطة القوة الكبرى في التمثيل وشو تحقيق الوحدة وتحقيق الاجتماع على مطلب كبير. فمثلا المطلب الأول كان للعهدة الخامسة تفرعت عنه عدة مطالب. أنا عن نفسي اقترحت مطلب كبير تتفرع عنه مطالب جديدة وهو ألا يكون رئيس الجمهورية القاضي الأعلى للبلاد، وهذا سيؤدي إلى استقلال القضاء وسيؤدي إلى تغيير شامل في المنظومة القضائية وفي المنظومة السياسية عموما في الجزائر. هذا الأمر لم نتفق فيه في التمثيل، إذن لجأنا إلى أن ننشئ لجنة مستقلة. أستاذ ضياء، نعم. شوف أكثر شيء يدمر الحراك في العالم في دول العالم هو أنه يأتي رئيس بدون صلاحيات. عبك شفتوا لا هو صلاحية القاضي الأعلى للبلاد هي صلاحية التي يجب أن تكون عند الرئيس، هذا عمل خط أحمر بالنسبة لك. يخلي مراه حراك يتفقوا على أنهم يطلعوا رئيس بدون صلاحيات، يطلع مسكين ممكن وعنده ولا صلاحيات في دوامة أخرى. لا يدخل في نحن نريد بناء دستور جديد مقدس، دستورنا أصبح نشافة. طبعا أنا معك رماك، شوف أنا ولا غير راني نقول لك حاجة، راني نتكلم كمختص ونتكلم كمواطن ونتكلم كمناضل قديم يعني في بعض الحالات. يعني لاحظ أنه كثير من الأشياء أنه بناء على أزمة سابقة نبنوا حل جديد. بناء الحل على الأزمات هو من أخطر الأشياء اللي راح تحدث في كل حركة. بالعكس احنا في العلوم السياسية قرينا سيكولوجيا الجماهير وقرينا المؤمن الصادق الحركة الجماهيرية طبعا كيف طبعا تسير طبعا. قرينا انه من رحم الأزمة تأتي الحلول كما من رحم الوجع يأتي الإبداع. إشكاليتنا انه الآن لحد الآن النظريات مش قادرة تفسر النظريات الحراك اللي راه موجود في الجزائر، كل النظريات عاجزه الان، مش فاهمين من يؤثر الحراك، شكون اللي وراه، هل الاحزاب، هل المعارضه، هل الناس من الخارج، التصريحات يعني تخيلوا كل هذه النظريات صيغت منذ سنوات. الربيع العربي اللي صرا في السنوات اللي فاتوا قالوا الاخوان كانوا وراه، الربيع الامازيغي وكل شيء قالوا اللايكين كانوا وراه، يعني كل مره يأطرها الواحد الا هذا الحراك لحد الان النظريات كلها عاجزه ان تفهموا. الأمر بسيط جدا، الشعب يريد رحيل للسلطة بكل سنة. يعني حبيت نوصل لك باللي النظريات اللي تتكلم عليها الآن اللي قريتها في العلوم السياسية وقريتها أنا وياك والعقد الاجتماعي هذا وجون جاك روسو ولا تروسو ولا هذه النظريات كلها أصبحت بالية أمام المجتمع الجزائري. نعم هذه النظريات صيغت في 800 ميلادي أو ما تصلحش الآن. نعم الآن فإحنا الآن نبنوا نظرية جديدة الآن بناء على المنظومة. نريد الآن أن نتكلم الآن نقطتين أنا معك. النقطة الأولى هي كيفاش تأثر الحركة من بعد هذه اللاوعي يقول بلي راح تأثر، كيفاش تتأثر مش عارف، رسائل نتاعكم هم اللي تقول لي هذا الكلام. لكن انا حبيت نرجع للشعارات استاذ معليش الشعارات انا عندي مجموعه للشعارات حكتني في المده الاخيره ما عرفتش اسكو شعارات الحراك ام هي شعارات بعثوها لي فقط. استاذ احنا في هذه الاونه اللي رانا فيها حاليا ماناش حابين تفكك ولا لا ماذا بينا، بالعكس دوكا سلميه يعني تكون باتم على الكلمه طبعا هذا الشعار نتاع التوحد كنا توحد اليوم نشوفوا يعني النقاط السلبيه نحاولوا نبنيوها. اسمعوا لي هذه الشعارات ونشوف اسكو هذه الشعارات بالفعل يعني على بالنا بالواقع الشعارات دول موجودين في حراكنا ام لا رانا في الميدان المصريه. نعم صح يا دي جول ادي ولادك هذه بلادي مش هذا انا عيقت بها هذه مليح ممتاز يا العمامره يا عميل هذا الشعب ماشي دليل يعني هذا تشخيص نعم تشخيص شخص انك تصف شخص بالعمل حاجه شويه مش عارفين المهم ربما مش عارفين هنا لا وصايا لا تدخل ارحل ارحل يعني ارحل نعم يعني كي نقولوا لا وصايا لا تدخل نقصدوا بها حتى استاذ ما التدخل الاجنبي يعني في الكلمات وحتى في في العبارات اللي اصبحت اليوم تصاغ مختاره يعني طبعا هي منطقات تشوفها بانها منطقات لا في بعض الحالات الان تحس انه مثلا لا وصايا لا تدخل هي الوصايا الاجنبيه ولما تقول ارحل ارحل يعني تقصد بها السلطه نعم. يعني هنا الشعار يتكلم على طرف ومن بعد على طرف اخر نعم. في بعض الحالات اللي كتب الشعار ممكن في ذلك فقط ممكن يكون ذكي ممكن في بعض كتبها بسرعه يعني لا هو فقط مجرد انه اكتبها بسرعه وبعدين انتبه ممكن انه يعني نعم نضمن لك استاذ يعني نعم. يعني اسمح لي انه الان انا حبيتكم انتم كشباب انتم احنا الجزائر نعيش في محيط مغلق ولا محيط مفتوح؟ احنا محيط مفتوح يعني على العالم اشكاليتنا هنا الان كيفاش احنا نحبوا ان نتكلموا على مثلا القضيه الفلسطينيه ونتكلموا على لبنان ونتكلموا على فلسطين ونتكلموا على مصر وبعدين نرفضوا انه اي واحد يتكلم علينا مثلا. هناك فرق بين تحليل الوضع من منبر فلسطيني او منبر لبناني وبين تدخل السلطه اللبنانيه او الفلسطينيه في الامر هذا وعلى انا قلت لك USA واش دخل بالنسبه للشعارات نحن لم نرفع فقط هذه الشعارات طفل صغير في سان جورج سكت الجميع
بدأ يغني قاسما بنازل غنى الشعب كاملا غنينا قاسما نحن جندا غنينا من جبالنا موطني ليبيري الجيري فنيا تم استخدام اكيد يعني شفنا كل شيء بما انك ذكرت الطفل الصغير وحتى التلاميذ. طيب ضي الدين تتوقف لما شوفوا خروج تلاميذ شفناهم خرجوا في هذه المسيرات اطفال صغار رافدين شعارات حتى هو بحد ذاته يجهلها راه طفل صغير من المفروض انه مكانه في المدرسه في مقاعد الدراسه راهو في الاسره هنا كذلك لابد ان يكون هناك نوع رقابه ابويه رقابه لانه هذا الطفل الصغير ما يفهمش ماذا يحدث احنا نقولوا بلي هذا الطفل الصغير اكيد هو رجل الغد الامهات اللي جابوا لي بيبي معاهم يعني في الامهات اللي جابوا لي بيبي هو عندهم دور رمزي كما قالت الكرام يجبرك انك تكون سلمي يعني كي واحد بار اكزومبل انا ما نكذبش عليك انا خفت على الاولاد الصغار دوك يعني انا خفت في النضال يجي الخوف لا لا خفت على صوره الجزائر في اذهانهم في المستقبل يعني بدرجه اولى لانه اولاد صغار اللاوعي تاع المستقبل باغيين في حاله حدوث اي حاله شغب يعني بمعنى انا واثق في الشعب عن نفسي انا واثق في الشعب احنا نتكلم على ما يحدث ما بعد ما حدث بعد الحراك يعني الامور السيئه تحدث بعد الخامسه مساء في بالكورو في سان جورج نعم النساء والاطفال الاطفال الصغار اللي يستنشقوا هذيك الغازات يعني مباشره يموتوا مساكين يعني ايماجيني طفل صغير يرقد في التينال تاع اودا في وسط مسيره هذا هو السلم اللي وصلناه للعالم هذه رسالتنا العام الصغير هذا سيفخر بالجزائر عندما يكبر نعم إن شاء الله. هذا يكفيه ان شاء الله نعم. طيب ضيع الدين احنا راه نتكلموا على جيل دوك استاذ مجد ولا جيل الان راه فخور بالجزائر مش عجبته الاوضاع انا فخور بالجزائر فخور منذ مولدي رغم الوضع انه كان سيء رغم انه 20 سنه رفض 20 سنه من السلطه او نعم. 60 سنه من النظام الا انه فخور وخارج في مسيره سلميه رائعه جدا اكيد الجزائر انا شنو نقول باللي الدليل على انه هناك فضاء معين وفر لهذا الشعارات يعني وفر لهذا الشعب وفر لنفسه فضاء الشارع اللي يقول انا فخور بانني جزائر ونحن فخورون بالجزائر ومن قادم الجزائر الحمد اكبر الحمد كبيره كثيرا كثيرا اذا هنا الان مليح ان نكونوا شويه ثانيه منطقيين الشعب وفر الشعب هذا منين هذا الشعب ما بعض البعض اكيد يعني الشعب هذا عنده علاقه بالشرطي عنده علاقه بالدركي عنده أكيد. علاقه بالجيش عنده علاقه بالنظام عنده علاقه بالسلطه الشعب ولاد البلاد اللي خوه شرطي اللي خوه دركي نعم. انت عندك في العائله وانا عندي في العائله كل هذا اذا فلا بد ان نركز على انه كاين هناك فضاء داخل السلطه في حد ذاته يعني مش نتكلم على الفيترينه هذه لذلك فانا لما نروح الشعار اطرح له قاع هناك في تخويف يعني شويه لازم هنا الان نأطروا بعد شكون نقصدهم بالرحيل يعني من تقصد بالرحيل بوتفليقة نقصد فقط كل من استفاد من الفساد نعم. منذ بداية هذا النظام يعني كل من استفاد من الفساد هنا معناها فكرة المحاسبة هنا لا المحاسبة تأتي من بعد سنبني وطن سنبني وطن تكون لنا فيه قوة أن نحاسب الآخرين الرسائل اللي لحقتني البارح مثلا سيدة نعم. البارح توصلت معايا وقالت لي مثلا في الفيسبوك ومن جماعة الحراك قالت لي لازم نحاسبوا الجميع كما ينبغي قلت لها سؤال بسيط جدا قلت لها والله العظيم يعني انا بالنسبه لي لو كان نتكلم على موضوع المحاسبه الان راني ندعو الى انه تزيد الازمه طول اطول مده ممكن لانه انسان مستحيل يتخلى على مصيرته باش يتحاسب نحتاج مرحله مفصليه لابد ان تكون الحلول والله شعارنا على قد ما نمر به الان نطلب مطلبين في الشعار قالت لي شنو السكن والمعيشه يعني قلت لها خلاص نزلت على الشعارات السياسيه كما ينبغي عرفت باللي انا هذه مجرد ناس يشاركوا في الحراك ماهمش من الناس اللي راهم يحطوا في الشعارات اللي يسموها الشعارات الكبرى يعني طيب ضيع يحطوها ناس اخرين ضيع نحكوا على مرار اليوم الجمعه الخامسه راكم تخرجوا فيها للشارع المطالب كما يقولوا سقف المطالب بدا يرتفع الى غيرها من الامور اللي اصبحنا اليوم نشهدها ونميزها في هذه المسيرات مقترحاتكم نعم مقترحاتنا أنا عن نفسي مقترحاتي بالنسبة للطلبة لأنني طالب نحن نسعى إلى بناء لجنة تنسيقية تفتح المجال للطلبة أن يقدموا ممثلين عنهم لنقوم بالأمر بأسرع ما يجب لنخرج عن نتيجة هذه هل ستحظى بالقبول لأنه في كثير يقول لك لن أقبل أنهم يمثلوني ما يمثلونيش أنا طالب أكلمك من الجامعة مراسلكم من الجامعة في الجامعة يعني الطلبة يبحثون عن المقترح هو هنا لا أقول إجماع مطلق هنالك إجماع نوعا ما ربما أكثر من نسبة نصفية ولكن الشباب يريدون أناس يثقون بهم مثلا الانتخابات التي حضرتها أنا بين الشباب طرحت أناس رشحت أناس أنا أعرفهم شخصيا أناس كفاءة لأن نبحث عن دولة الكفاءات وناس كفاءة للتمثيل وهؤلاء الممثلين لن يتخذوا قرارات أكررهم سيوصلون صوت الطلبة نعم ولكن الأمر يحتاج لمنهج ويحتاج لتأطير داخل الطلبة وهذا أهم شيء أنه نضمن هذا التأطير
ونضمن كما يقول لك نعمل وراء طريق تكون معينة ما تكونش فقط عبارة عن شعارات ارحلوا لكن ماذا بعد الرحيل كيف سيتم التأسيس وغيرها من الأمور التي يجب الاتفاق عليها كالأستاذ. هناك طالب جامعي اقترح علي مشروع لمشروع يخص خصوصة الخدمات الجامعية وهو مشروع كامل ديتاي عنده فيش دو بروجي وكلش. كي تقري المشروع هذا رايح يحل أزمة في الدولة. شاب مجرد شاب عنده فكرة جسدها هذا المشروع لو يبقى هذا النظام ويقترح الكفاءات مثل هذه المشاريع ستكون ردة الفعل بطلقة إلى الرأس لأن هذه المشاريع ستطيح برؤوس الأموال في الجزائر وستطيح برؤوس الفساد وستمنعهم من نهب البلاد أكثر فأكثر. هناك كفاءات تقترح مشاريع وهي موجودة على أرض الواقع سياسيا اقتصاديا فنيا في كل المجالات فنيا. نعم شفنا يعني شبابنا أستاذ يعني قدروا أنهم يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل أكيد. وكانوا خريجي الجامعات أبناء الجزائر لما يصنعوا أمجاد دول غربية وللأسف. طيب يسرية مقترحاتك لأنه تحدثنا منذ بداية هذا الحراك نتحدث عن مآلاته إلى غير ذلك المقترحات الفعلية التي حقيقة بإمكاننا الاعتماد عليها ونصل من خلالها إلى الهدف الذي نصب إليه. إذن من هذا المنبر أنا مقترحاتي الشخصية أقول بأنه التنسيق تكون همس توصل كما قال الزميل بين الطلاب بين الجامعة وبين ما يحدث حاليا في الجزائر لأنه الواقع مش حنكذب على بعضنا الجامعة الجزائرية اليوم رايت تعاني من عدم الإصغاء عدم الاستماع رانا بعيدين كل البعد على هذا الطالب الكفء هذا الطالب الجامعي يعني اللي هو مستقبل البلاد للأسف الشديد يعني وكل ما حدث هو نتيجة تراكمات الكل يعني تراكمات جت وراء بعضها يعني الشعب خلاص الشعب الجزائري بحد ذاته ما عادش يقدر كثر ما عادش عنده يعني يزيد يصبر كثر. جامعة قدمت وضحات طلبة ضحاو كثير وما حصلوش على النتائج اللي حوصوا لها يعني احنا هو اللي يعني احنا اللي رانا حابين نبدلوا الواقع نبدلوا علاش لا ليش هالاطارات السياسيين اطباء مهندسين وغيرهم يعني احنا اليوم عندنا يعني حتى تغلغل مصطلح الهجرة عند كل الشباب على اختلاف بالفعل. كفاءاتهم اختلاف مستوياتهم حتى شاب جامعي ولا طالب جامعي يقول لك اليوم انا كون نلقى ما نبقاش في هذه البلاد صح من ليفاندا ما خرج حتى باطو صح فوالا من ليفاندا ما خرج حتى باطو هذا احسن شيء في الحراك انا قوارب الهجره يعني كاين لاغريسيون نقص نقصت التحرش نقص التحرش في وسط المسيرات نقص وانا كنت نخرج في دي جروب واليوم يطحر كيما خرج نخرج في دي جروب اكيد نخرج في دي جروب معنا بنات فيهم سيفيليزي ومعنا بنات زعما يعني جميلات تنوع. ولم يتعرضنا للتحرش بالعكس اللي كانت معايا فتاة في مظاهرة جاء واحد سرق لها التليفون وهي قاعدة تصور لحقوا به تضرب مليح ضربوه مليح ونحلوا التليفون تسمى الشعب الآن يحمي نفسه اتحاد. وهذا دليل على درجة اتحاد. الأمل اللي يقول لك حقيقة اليوم رانا نترقبوا كنا كجزائريين نترقبوا يقول لك ماذا سيحدث إلى أين سنصل لكن بعد ما وصفت كل هذا ضياء الدين هذا دليل أستاذ شاطبني الرأي على أنه الأمل في غد أفضل رغم كل شيء هو الأمل لا يفقد أبدا يعني دائما هناك أمل احنا في عز الأزمة وفي عز التسعينات وكان الأمل موجود والناس ناس خرجت وراحت انتخبات وراحت طلبة راحوا أطروا الانتخابات في الليل في وقت الخوف في وقت الأزمات يعني نحكي لك أشياء واقعية أنا شناها مش نتكلم على الأشياء الأمل لا يفقد خصوصا في الوقت اللي أنا فيه احنا تركيزنا الان انه هذا الحراك جاء في وقت جيد يعني انا في كثير من الناس منزعجين انا بالنسبه لي منزعجين من الواقع انا اقول ما كانش كان افضل وقت من الخروج علاش الناس تقساو علاش ما خرجتوش في 2012 علاش ما خرجتوش في 2014 كثير من الناس لا نتكلم عليك الشعب كان في ذاك الوقت شايف ماهوش الوقت المناسب رغم انه حتى كان نداءات يعني في 2012 لمحاسبه المفسدين ومن اعلى هرم السلطه الا انه الشعب ما حبش يتحرك في ذاك الوقت لانه على باله مانيش وقت مناسب مازال ما كانش وصلنا الى الوعي الكافي وما كانش الثقه الكافيه في انه الحراك راح يكون فعلا سلمي كما ينبغي يعني خطرش الازمات كانت قريبه برك وشفنا الدماء اللي سالت في الحركات تاع العروش والحركات تاع غردايه والحركات تاع بجايه يعني احنا شفنا في هذا الاستوديو كنا نقولوا لابد ان تمشي الامور كما ينبغي. لا تتذكر يا استاذه مجده لما حللنا حركات الرسائل اللي تقول لا للعنف لا لكذا كذا قلت لك رسائل سيئه كلها رغم انه المجتمع مش هيسمع لها لانه اغلبيتها كانت رسائل من اجل ايقاف الحراك ما تمشيش بهذه الطريقه لذلك الرسائل لازم تكون في نفس الاطار ونستفيد من نفس الحراك. فانا ماذا اريد ان اقول لما الاستاذ رضيه تقول لي انه احنا نمشوا نكملوا بهذه الطريقه ومن بعد نروحوا نعملوا لجان او نعملوا الا ياتيك الخوف انه كل حراك اذا وضعت له لجان
يموت، يعني مشي كل حركة في التاريخ نحطوا لها لجنة تموت. إذا كانت أعضاء اللجان مستفادة من الفساد سيفشل، ولكن إذا كان أعضاء اللجان من قلب الشارع فيه بشر، يعني نتكلم معك، أنا فيه بشر الآن تقدر تثق فيهم بنسبة كبيرة. أنا نحط في رسائل في الفيسبوك، نعم، لما نحط رسائل سلبية يتكوني كاملين. أنا أرش الكثير من الطلبة الذين أعطيهم، نعم، واحد معلق الأسبوع اللي بعد نحط رسائل سلبية يفرحوا بي كاملين. نعم، ولكن يعني هذا دليل على النظرة السلبية اللي أصغرت اليوم. طاقة تتغير. بالعكس أين مشكلة الثقة؟ أنا ما فهمتش الناس وعلى راهي متخوفة. نحن الآن بالسلمية نبني وطن ونثق في بعضنا. هذا مش كلمة على الخوف. أنا أريد أن أسألك سؤال، يعني الآن في ظل عدم الثقة في السلطة، في أبنائها، في ولاد فرنسا، في ظل هذا كل شيء، ألا يعني أنت كشاب، أنا نشوف فيك، يعني كاين الناس لما نحطهم مثلا ننتخبوا مجموعة واحد نطلعوه، يعني ممكن صح فعلا نقدر نديروا فيه ثقة؟ يعني لنتفق على شيء، نعم، الديمقراطية نوعان، الديمقراطية القديمة أي مثلا نحن الثلاثة نتفق على أن نقتلوك، نعم، وهذا أمر شرعي، نعم. أما في الديمقراطية الحديثة هنالك قوانين، نعم، تؤطر ما يتفق عليه جماهيريا، نعم الديمقراطية التي نبحث عليه، نعم، ليس ديمقراطية حرية الرأي ومساواة بين الأشخاص، لا، نعم، نحن نبحث عن ديمقراطية التداول على السلطة، نحن نبحث عن ديمقراطية احترام 30 بند من حقوق الإنسان التي لا تحترم جميعها في هذا النظام. نحن نبحث عن ديمقراطية استقلال السلطات وخاصة السلطة القضائية. نحن نبحث عن ديمقراطية تسحب من رئيس الجمهورية منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. نحن نبحث عن بناء دولة ونعيمة نفعل، لذلك يجب على الجميع أن يثق في الشارع. نعم. هذه كيفاش تتم؟ هذه تتم عن طريق أن نروحوا للانتخاب ونروحوا ننتخبوا رئيس وننتخبوا. نحن بدينا بالانتخاب. نحن الآن ننشئ لجان بيننا كطلبة بالانتخاب. نحن درسنا قرينا السياسة بصوبينا. المرحلة اللي بعدها أن انتخبنا لجان، وبعدين ماذا يحدث؟ هذه اللجان ستأتي بممثلين، ستفتح لهم الطريق، ربما إعلاميا، ربما حوارات مع السلطة، نعم. هذه الممثلين عن الجامعات ستقدم مقترحات، نعم، للسلطة، نعم، تقبل السلطة، سنذهب بهذه الحلول. متى لا تقبل السلطة، نحن نعمل على ذلك بأسرع ما يمكن. لا يمكن قول ذلك، لا يمكن، نعم، التصريح، لأنك تعلم أن التضييق من اجتماع بالمقهى ستأخذ في جريمة تجمهر غير مسلح. غرس مثل حزب الام دي اس بل ترشح ترفعوا بقضيه تجمهر غير مسلح لانه ما شافوا القهوه. متى هذه؟ احنا ضياء احنا ما يهمناش، لانه ستسمحني، لانه اليوم دخلنا في هذه المرحله مع القوانين. قضيه الحركه الشعبيه، نعم، ابانت عن عديد من الامور، نعم، الوعي، نعم، التحضر، نعم، السلميه، درجه الوعي السياسي، نعم، لابد ان نتوجه الى افاق جديده، نعم، لكن على النقيض من ذلك ابانت عن عديد من الامور، حرب تصريحات على الساحه السياسيه، نعم، تخوين، تبرئه، نعم، الى، نعم، غير الامور، لابد ان نتجاوز كل هذه الامور، نعم، واملنا في غد افضل وان نتجاوز كل شيء، والحمد لله شبابنا اليوم يوصل، او احنا كجزائريين نوصل الى الهدف اللي رانا نسعوا ليه بحول الله تعالى. جزيل الشكر لك ضياء الدين بورزق، طالب علوم سياسيه مشارك في الحراك، شكرا لك على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها. كذلك الشكر موصول ليسرية دلال، الطالبة الجامعية وكذا الناشطة الشبابية والجمعوية، أستاذ بشر بريقلي المختص في التنمية البشرية، جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها بخصوص هذا الموضوع.